مساء المحبة والفرح والإنسانية مشاهدينا بحلقة جديدة من دامسكو. دامسكو برنامجكم اللي دائما بيقدم أهم القضايا، واليوم محور حلقتنا رح يحكي عن قضية بتلامس قلوبنا، قضية التشرد وعمالة الأطفال. رح نناقشها من جانبين، الجانب النفسي والجانب المجتمعي. مساء الخير مرجولين. يسعد مساكي فرح ويسعد مساكم مشاهدينا وما كنتوا عم تتابعوا قناة العالم سوريا. حلقة جديدة من برنامج دامسكو اللي حيكون فيها مثل ما قالت فرح العديد من القضايا بالإضافة للشعر والثقافة. منتابع سوا بالعناوين. مبادرة سيار لرعاية الأطفال ومكافحة عمالتهم. مسرح العرائس بدمشق بتابع فعالياته. ورح نعرف الفرق بين عمالة الأطفال وتشرد الأطفال. توهم المرض حالة نفسية ممكن تصير مرض عضوي. واليوم مشاهدينا حنبدأ حلقتنا بمقطع من قصيدة موال دمشقي للشاعر الكبير نزار أباني. طبعا هاي القصيدة إلى وقع خاص لأنه بتنعش دواخلنا بالعواطف الجياشة وبتشعرنا بالحنين اتجاه تفاصيل مدينتنا. صحيح أكيد، والشاعر نزار قباني السوري والدمشقي بكل تفاصيله وصل لحد العشق والشوق لأهل الشام، وصلوا حد الموت، فخلونا نتابع سوا بهالفاصل. قل للذين بأرض الشام قد نزلوا، قتيلكم لم يزل بالعشق مقتولا. يا شام، يا شامة الدنيا ووردتها، يا من بحسنك أوجعت الأزاميلا، وددت لو زرعوني فيك مئذنة أو علقوني على الأبواب قنديلا. يا بلدة السبعة الأنهار يا بلدي، ويا قميصا بزهر الخوخ مشغولا. هواك يا بردا كالسيف يسكنني، وما ملكت لأمر الحب تبديلا. يا من على ورق الصفصاف يكتبني شعرا وينقشني في الأرض أيلولا. يا من يعيد كراريسي ومدرستي والقمح واللوز والزرق المواويلا. يا شام، إن كنت أخفي ما أكابده فأجمل الحب حب بعد ما قيل. مشاهد بائسة عديدة بنتعرض لها كل يوم لما بنشوف أطفال متشردين بالشوارع بيفتقدوا لأدنى مستويات الاهتمام والرعاية. ومع هذا الشيء الموضوع ما وقف فقط عند قضية التشرد وإنما اتفاقم لقضايا أخرى. صحيح مجدورين، للأسف لهلأ ما في إحصائيات رسمية بخصوص عدد الأطفال المتواجدين بالشارع، وأيضا بالنسبة للجمعيات اللي هي بتقدم الرعاية لهدول الأطفال عددها محدود. وبهذا الإطار نشأت مبادرة سيار عام 2014 لتقدم آليات مبتكرة مجتمعيا لحتى تقدم كمان حلول للتعامل مع هاي القضية. صحيح أكيد، ورح نحكي أكثر عن مبادرة سيار وجميع نشاطاتها. لهيك بصرنا نرحب بالأستاذة لما نحاس رئيسة المبادرة. أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا، سلامات للجميع. أهلا وسهلا فيكي. عملكم شاق ومتعب وحساس أيضا. صحيح. خلينا نحكي بالبداية، سيار كانت فكرة عام 2014 واليوم انوجدت وبقوة على أرض الواقع. لكل اللي ما بيعرفوا سيار مين هنن؟ سيار هي مبادرة نشأت بعز الحرب والأزمة من خلال ظاهرة تفاقم الأطفال بالشارع، وكان شيء بيوجع الحقيقة أنه نلاقيهم وعم بتزيد أعدادهم،
فقررنا نشتغل بهذا المطرح يلي عالميا ما قدر حدا فعليا انه ينزل يشتغل لهالفئة. صحيح. يعني عادة العالم تسمع يتيم تركض، بتسمع فقير بتركض لتساعده كطفل، ولكن تشوف طفل بالشارع فالكل هيك بينبزوه بيبتعدوا عنه للأسف، ونحن كنا أحد هؤلاء يلي كانوا ما يتعاطفوا مع هالفئة من الأطفال. بس حقيقة لما قربنا منهم وبلشنا هيك نمد إيدنا لنساعدهم لهالأطفال، حسينا قدي هنن ضحايا وهنن فئة مظلومة بالمجتمع، ظلمتهم الحياة، ظلمون أهلهم، ظلمتهم الناس كلياتها، يعني كله هيك بيبعد عنهم بيتحاشاهم، بس هنن بالنهاية هنن ما هنن اللي اختاروا هذا القدر، يعني صحيح. القدر اختاروا بهذا القدر، لهيك هنن كانوا بحاجة يد العون لحتى تنمد لهم. فعلقنا بزيادة نحن انه لا، لازم هدول نساعدهم ولازم نشتغل لهم، ومن الأرض من خلال قصصهم ومن خلال شو اكتشفنا فيهم هنن بشخصياتهم ونفسياتهم، عرفنا شو النقص يلي عندهم، وكان على رأس هذا النقص موضوع التعليم، لأنه ما فيني أقول أطفال متسربين هنن، لأنه هنن ما دخلوا بالأصل بالمدارس، أغلبهم غير مسجل حتى بنفوس الدولة. فبلشنا بموضوع التعليم ودخلنا بقصص توعية، بقصص تنشيط، بقصص علاج بالفن كمان نوع من التفريغ السلبي العاطفي، وبعدين أدخلنا موضوع المهارات الفكرية واليدوية. تمام، يعني أكثر من جانب. عظيم. أي. عظيم. أي. من شو كتير أعرف عن النشاطات يلي عم تشتغلوها خلال سيار. بس قبل ما نعرف عن النشاطات، خلينا نحن والمشاهدين نروح لتقرير لحتى نعرف أكثر عن سيار وأيضا النشاطات يلي بيقوم فيها. منتابع سوا. مثل ما شفنا مشاهدينا، هي بعض النشاطات للمبادرة. هلأ بدنا نروح مع الأستاذة لما لحتى تحكي لنا أكثر عن أثر هي النشاطات على الأطفال، على تغيير مسير حياتهم أو على تغيير يعني نظرتهم للشارع. هل هي فعلا تغيرت وهل هن رفضوا يرجعوا للشارع؟ لا، لنكون واقعيين وحقيقيين، نحن أولادنا بنشتغل عليهم ساعتين بالأسبوع فقط بالمراكز الثقافية أو في بعض المدن، حتى بالشارع مثل ما بدينا نحن بالحدائق وبالشوارع، في مطارح لهلا بهدول المطارح عم بيشتغلوا فيها. هلا بعد الساعتين يلي عم نشتغل فيهم على هالخمس محاور عم بيرجعوا على الشارع، يعني ما فيني ادعي انه نحن غيرنا مسيرة حياة كل الأطفال، ولكن في قسم كبير منهم قدرنا نرجع نسجلهم بالنفوس، نرجع ندخلهم على المدارس بمنهاج في أبي، حتى هنن يلي لساتهم عم بيرجعوا على الشحادة بعد الدرس، هنن وعيهم اترقى، يعني صاروا يعرفوا انه هي ما هي طريقهم وما هي مستقبلهم، صار عندهم حلم. قبل لما نسألهم شو حلمكم، ما بعرف، ما سمعانين الكلمة، يعني ما بيعرف، مو ما بيعرفوا شو حلمهم، ما بيعرفوا شو معناتها كلمة حلم، حتى ما بيعرفوا يمسكوا قلم وورقة.
بس كانوا يشوفوا أولاد رايحين على المدارس كانوا يزعلوا على حالهم. هلأ صاروا يعرفوا أنه هنين عندهم هيك طريق، عندهم هيك مستقبل، صار عندهم مثل أعلى، صاروا يحكوا أنه أنا بدي أكون مثلكم بس أكبر، بدي صير سيار، بدي أعلم الأولاد التانين. عظيم. فأولاد كتير مثلاً يلي كبروا، نحن قلنا قريب 6 سنين عم نشتغل معهم، يلي مثلا هلا صاروا 16 و17 صاروا يشتغلوا، بطلوا ينزلوا على الشارع، بطلوا يشحدوا. الاولاد كانوا بال14 يجوزوهم لبنات كمان نفس الشيء بيشتغلوا مثلهم ويجيبوا اولاد ويشحدوا على المره والولاد. هلا بطلوا، يعني صار عندهم وعي نوعا ما انه لا ما بنتجوز بهالعمر، لا نحن بدنا ندرس بدنا نكمل، صار عندهم حلم، صار عندهم مثل يعني أعلى. التاثير على هالفئه اساسا قديش هو مهمه صعبه، بس بنفس الوقت لما بتشوفي رجع الصدى للتاثير اللي عم تقوم فيه بس عم تكون النتيجه مسرة كثير على الوقت البعيد. يعني هذا اكل منا طاقتنا واكل منا يمكن صحتنا، بس نحن يمكن كلياتنا ال500 متطوع كرمال ننقذ ولد واحد مستعدين نكمل. عظيم هذا الحكي. عظيم أكيد. عظيم. بدي أعرف أكثر عن الخدمات اللي بتقدموها، عدد المتطوعين قلت لنا هلا أنه هو 500 متوزع على اللي المحافظات، اللي دخلوا وطلعوا هيك فوق ال1000 متطوع. ولا ننسى أنه نحن الوحيدين يمكن المطرح يعني الوحيد اللي عم نشتغل مجاني، نحن لا بندفع بدل مواصلات، ما عنا اصلا لهلا بدون تمويل عم نشتغل. صحيح. تخيلوا بعشر مدن، في بعض المدن في اكثر من مركز، هذا كله بده قرطاسيه، بده عنا دائما حالات طوارئ بناخذ على المستشفيات نعمل لهم عمليات، بنعالج اولاد، في بنت عم تعمى كانت عين ما بتشوف عين بتشوف شوي فيها قدرنا نعمل له عيونه، في ولد كان مخطر عم بيموت قدرنا نرجع ننقذه. يعني كتير في عنا قصص نجاح وقصص هيك تخليص أطفال من مطارح غلط، أولاد كتير رجعناهم على مراكز تابعة للوزارة مع حقوق الطفل، قدرنا نسحبهم من الشارع نحطهم بمراكز إعادة تأهيل، بس مراكز مؤقتة هي. الحل هو مراكز إقامة دائمة، ينسحبوا نهائياً ينحطوا بمطرح، لأنه طالما عم بينزلوا يعني على الشارع رجعوا عم بيتعرضوا. لا في أخطار يعني عايشين هنين، يعني كل الأطفال نفسياتهم مدمرة، هنين ما شعرين بهذا الشيء بس هنين فعلا ناس مدمرين، ناس نهاياتهم وخيمة إذا كملوا بهذا الطريق. نحن عم نحاول ننتشلهم قبل ما يوصلوا لهذا المطرح. فنحن هم فينا نقول أنه في عنكم تأهيل نفسي، تأهيل كل مجتمعي أيضا، كل شيء، كل شيء، صحة كأنه كمان كل شيء، كل شيء بنشتغل عليهم. هلأ بتلاقي بكل دول العالم في مثلا يلي فيهم هدول الفئات من الأطفال بسموهم أطفال شارع، نحن أطفالنا في الشارع لأنه هنين أطفال أزمة أغلبهم. هو حرف ممكن يأثر على المعنى أو يأثر على النفسية حتى تبع مصر طبعا. أطفال كباري عمرهم مئات السنين، نحن هلأ طلعت الظاهرة، يمكن يلتقى حالات نادرة قبل عنا ما قبل مخلفات الحرب بالنهاية، ولكن السيطرة عليها هي بتأدي للنتائج إيجابية إن شاء الله. تمام. فبتلاقي فرق تشتغل مثلا بس تعليم، فرق بس توعية، فرق بس مثلا دعم نفسي، أما نحن عم نشتغل كل هدول. وبعد الريسيرش عملنا على الانترنت لقينا انه ما حدا سبقنا، يعني ونفتخر بهذا الشيء، لا ما حدا سبقكم انه من سوريا بالازمه تحت القذائف بلشنا نشتغل، تحت الاخطار، تحت المطر، تحت الثلج، كله كنا عم نشتغل مع فئه خطره، مع اهالي خطرين عم نتعرض للتهديد. صحيح. ومع ذلك كملنا، مع انه كثير فترات كنا حنوصل للاحباط بس نرجع ننفض هذا الشيء ونرجع نكمل. يعطيكم الف عافيه. عم نشتغل لقضيه، لانه ما عم نشتغل اغاثه، نحن ما عم نشتغل شيء طوارئ، والله قضيه مهمه جدا، قضيه عالميه كبيره، حتى صار الطفل يلي بالهند ولا بالصومال هو ابننا، يعني وصلنا لهذا المطرح، طفل من الشعور الإنساني. تمام. هلا في تشرد، في تسول، في عماله، يعني تعددت الاسماء وتعددت الاسباب وتعددت الطرق، بس كل طفل له حاله معينه. في اطفال فعلا هي بتعيل اهلها مو عن طريق التسول، عن طريق بيع الاغراض، بيع خبز او شيء مثل هون، هي بيكون عن جد الهدف انه مو اهلهم مشغلينهم، لا هن فعليا حالتهم الماديه كثير تعيسه وعم يعيلوا اهلهم، مثلا الاب مفقود، الام غير قادره على اعاله الاسره، فهن بيكونوا قادرين او يعني خلينا نقول جبرتهم الظروف على الاعاله. هدول الاشخاص شو بتقدموا لهم من سيار وكيف تشتغلوا على موضوع الماده؟ اي هلا نحن ماده ما فيك تقدمي لهم شيء بديل ماديا، وكثير صار اقتراحات انه بنعطي الاهل شغل،
طيب هالولد يلي عم يجيب لهم 10,000 باليوم و 7,000 أي دخل وأي شغل للأهل حيكفيهم حتى ما يبعتوا أولادهم؟ هلأ عم تقولي إنه مو أهلهم بعتينهم؟ لا أهلهم بعتينهم حقيقة، كل حتى يلي عم بيعينوا ما معنا حالة، لا ما في ولد من حاله بيقرر ينزل على الشارع يبيع خبز أو شيء، هدول أهله بعتينه. نحكي حقيقة، بس في أولاد مضطرين، في أولاد مثل ما حكيتي حضرتك هدول مضطرين لأنه بيكون الأب متوفي عم بيعيل أمه وإخواته، بس بتلاقي ناشرين 3-4 أولاد بالشارع عم بيبيعوا. أغلب العالم بيعطوهم مصاري ما بياخدوا منهم. يعني طبعا في أولاد متعففين بيقولوا لك لا إنه نحن عم نبيع، إذا ما أخدتي ما بناخد مصاري. هلأ الفئة هدول منهم يلي عم بيروحوا على المدرسة هي نص مشكلة بالنسبة لنا، لأنه نحن أهم شيء عنا التعليم. تعليم تمام. يعني العلم نور أكيد. فهون بنشتغل معهم على دعم بالدراسة، بنشتغل معهم على مثلاً علاج بالفن أو شيء يفرغ لهم هالطاقات السلبية اللي عم بياخدوها من الشارع. في هيك نشاط عم تقوموا فيه بحديقة المدفع بدمشق، نشاط بالرسم؟ نعمل عملنا شيء اسمه كمان، هذا أول شيء بالعالم بيصير، اسمه أبناء الشمس، ويوم 1 تموز عملنا يوم عالمي، عم نسعى نسجله عند اليو إن كمان، إنه يوم عالمي للأطفال بالشارع. صرنا 3 سنين بنشتغله، السنة حتكون الرابعة. اشتغلوا معنا بالعراق وبالأردن وبلبنان، والسنة عم نسعى نشغل كمان دول تانية. عبارة عن احتفالية بالشارع بالحدائق، للفت نظر الرأي العام، يجوا يشوفوا هالولاد انه هدول كمان بيقدروا يضحكوا، بيقدروا يغنوا ويرقصوا ويكونوا فرحانين، نوع من دمجهم مع الأطفال التانيين. تاني يوم وثالث يوم عم بيكون هو يوم معرض، اسمه معرض أبناء الشمس بالمراكز الثقافية بنشتغله، هي مشغولات يدوية، لوحات رسم، شغلاتك صغيرة تحت الصحون مثلاً، علاقات للكتب، كتير شغلات، دفاتر، شغل إيدهم كمان، بيوقفوا هن الأولاد بيتحمموا وبينظفوا حالهم، يعني بيجوا بهيئة تانية غير يلي بيتواجدوا فيها بالشارع، وبيفرجوا العالم إنه هدول نحن اشتغلناهم. يعني نوع من رفع القيمة الذاتية عندهم هن، لأنه هن كتير عندهم. خلينا نحكي شوي على نقطة الثقة يلي ممكن تنشأ بين الأطفال وبينكم، جهودكم، وسبق وحكيتوا إنه كان في مشكلة إنه الأطفال ما عم تقدروا تستقطبوهم بالطريقة الصح لأنه ما عندهم ثقة، فكيف قدرتوا تغرسوا الثقة فيهم؟ هي مو الطريقة الصح يلي ما قدرنا نستقطبهم، نحن يعني حاولنا نبني ألفة معهم، نكسر هالحيطان يلي هن حاطينها حواليهم، هن مبرمجين إنه بتحكوا هالكم كلمة، إذا ما لقيتوا تجاوب مثلاً روحوا على غير حدا، فبتلاقي عيونهم عم تشتغل وين ممكن هنن يصيدوا حدا. هلأ نحن كتير تعذبنا لقدرنا نكسر هالحواجز يلي بيناتنا ونبني الألفة، مشان هيك نحن عادة مننقي بكل مركز المتطوعين عم بيكونوا من نفس المنطقة. مثلاً مركز المزة متطوعينه من المزة، حتى يكونوا رايحين جايين عم بيشوفوا نفس الأولاد، بيحكوا معهم، بيمزحوا معهم، بيجيبوا لهم أكلات طيبة، بيجيبوا لهم هدية، لنخلي الأولاد تبلش توثق فينا وتشوف إنه نحن ما بدنا منهم شيء. حتى الأهالي كان عنا كتير مشكلة معهم بالأول، ما يقبلوا إنه أولادهم يجوا معنا، فصاروا الأولاد يهربوا ليجوا. بعدين لما شافوا هن كانوا خايفين إنه نحن نبطلهم من الشارع، شافوا إنه لا، لسه عم بيروحوا أولادهم، بس عم بيكسبوا تعليم، عم بيكسبوا أكلات طيبة، عم بيكسبوا هنن عم بيتحسنوا بالتعامل حتى مع أهلهم. هن عندهم غضب شديد، عندهم قلق دائم تجاه. عندهم تجاه الحياة كلها، يعني تلاقي أول ما بدينا معهم فرح هن، يعني بلش بالجلسة نلاقيهم قاموا عم بيخبطوا بعض لينزل دم، عندهم كتير عنف شديد، يعني إن ما لقوا يمارسوا حدا على حالهم بيقطعوا حالهم بالشفرة. يعني أولاد جداً جداً سلبيين، ويمكن حياتهم، يمكن نحن لو أي حدا بدالهم حيكون هيك، يعني هن مساكين بالنهاية. فقدرنا نبني معهم ألفة بس بصعوبة شديدة. هلأ لما بدينا مع أول فئة بلشوا هن يجيبوا بعض، يعني لما يسمعوا من بعض إنه مبسوطين من بنت خالتي وتعوا هيك عم بيعملونا، بيصيروا بيروحوا بأريحية أكتر، فما عدنا اشتغلنا على مثلاً الفوج الثاني والثالث والرابع مثل الأولاني اللي كان صعب بكل مطرح. تمام. فهلأ بيجوا هيك بأريحية وبيسلمونا حالهم، لأنه عرفانين أنه
حتى مثلا اذا عندهم مشكله مع اهلهم مع حدا بيجوا بيلجؤوا لنا، حتى خايفين من الشرطه بيجوا بيتخبوا عنا، يعني هيك بالنسبه لهم انه هذا مطرح الامان. ومره كثير اثرت فينا ولد عم بيقول انه انا بحب سيار لانه اول حدا حسسني انه هن بيحبونا. يعني هن ما شايفين محبه لا من اهلهم ولا من المجتمع ولا من الناس حولهم ولا من حدا ولا اخوات بيحبوا بعض ولا شيء هنن، فهون عم بحسوا حضن حدا حاببهم، حدا شيء عظيم محتويهم، حدا عم بيحن عليهم. اول مره يمكن عم ياخذوا هدول المشاعر. يعطيكم الف عافيه، فعلا جهود جباره عم تبذل على ارض لله. الواقع لحتى وصلتوا لهي النتائج. لو نحكي اكثر عن الاهداف والنشاطات المستقبليه يلي حضلوا عم تستهدفوا فيها هدول الاطفال باكثر فعاليه وكفاءه، انه لا اكيد في اطفال ما حنقدر ناخذهم للمطرح يلي نحن بنحلم فيه انه نكون فيه، فنحن مستمر الفرق الجواله واللي عم تشغل على الارض هي اكيد مستمره. حلمنا مركز إعادة تأهيل، مركز إقامة دائمة، مدرسة داخلية نحط فيها الأولاد، يكون فيها كل شيء نشاطات بيحبوها الأولاد، نعلمهم كل شيء، نأهلهم للحياة يلي بدهم يطلعوا لبعدين. تعليم نكمل مع الشاطرين أو يلي عندهم مرأة بالتعليم، جامعة نجوزهم، يعني حتى نتابع معهم الأولاد الأكبر عمرا يلي مالهم بالعلم ممكن ينفتح لهم شيء، مثلا اهلهم مهن يدويه، نساعد انه نشغلهم بمطارح او حتى يكون شغل لهم كمان نتابع معهم. يعني في عنا شباب كمان عم ناهلهم لمتابعه مستقبل هدول الاطفال. حتى هلا الاولاد يلي رجعناهم على المدارس كمان في فرق من عنا عم بتتابع معهم تعليمهم بمنهاج الفئه بي تقويهم، يعني ما شغلتنا هلأ وبعدين خلاص، لا نستمر معهم لنوصل نلاقيهم أنه وصلوا على مطرح الأمان يلي لازم يكونوا فيه. يعني أنا بدي لك شغلة أنه عيونك لحالة بتشرح يعني وتعاطفك. أحبك أنا بس ماسكي حالي صاري. يعني أنا كنت أعتذر منك يعني على الأسئلة اللي نحن نسألك إياها، بس نحن عن جد يعني حابين نعرف لحتى نحن نكون كمان طبعاً فعالين معكم. يعني كل فرد بشارع هو قادر أنه هو يكون فعال معكم، كل حدا بيقدر يكون سيار، كل حدا. لهيك خلينا نسأل كيف ممكن يتطوع ويكون يعني معكم؟ نحن بدينا حدا مع ولد كان بالشارع، حدا بلش يشتغل على تعليمه، يجيب له الكتب، يجيب له دفاتر رسم. يمكن قصة محمد يلي كان بالشارع وانطبلت فيها كان بدايته من عنا. صحيح. يعني بدايات فردية وبعدين قدر ياخد بروفي وياخد بكالوريا ويكمل، يعني وإن شاء الله يكون وصل لحلمه يعني إن شاء الله يا محمد رب. لأنه بعدين ما عدنا شفناه وين صار، ما عدنا عرفنا عنه شيء. ف يعني مثل ما عم تقولي نحن حلمنا يمكن كتير كبير، بس ما في شيء صعب مع الإرادة طبعاً. صحيح. إن شاء الله بنطلب والإيد الكثيرة، يعني تكونوا مجموعات كثيرة طبعاً يد الله مثل ما أنت موجودين الجماعة. بعشر محافظات بسوريا، فإن شاء الله يا رب لسه كمان تتوسعوا أكثر وأكثر. نتأمل نحن بس فعلاً هالنتائج لساتها يعني خطرة شوي التواجد فيها، هدول ما دخلنا لهم بس بقايا كلهم دخلنا لهم. إن شاء الله بعم السلام تقدروا تتواجدوا بكل الأماكن. وشكراً كثير للرسالة اللي عم تقدموها لأنه فعلاً جهد جبار وبدها قوه، بدها قوه نفسيه. بس قبل يمكن عن انه شو عملتوا بالنسبه للمجتمع، كثير اشتغلنا على توعيه المجتمع. وبرجع بعيدة هلا لا تعطوهم مصاري للاطفال، نحن عم نحاول نجفف المنابع لانه طالما عم ياخذوا مصاري فهن موجودين بالشارع. اعطوهم بونبون، اعطوهم شوكولا، اعطوهم لعبه صغيره بورتوكلي، يعني اي شيء هيك انه انت اعطيتهم ما رديتهم، بس بنفس الوقت ما يكون مصاري. المصاري مو إلهم، مصاري عم تعطيهم لأهلهم، أهلهم يلي يمكن أغنى منكم كلياتكم يلي عم تساعدوهم، بس هالأطفال عايشين هنن بفقر مدقم. يعني حتى لما بنوزع لهم لبس بيرجعوا بيبعتوهم حفيانين وبالقميص المشاشة. للأسف وصلت رسالتكم إن شاء الله ورح توصل أكثر وأكثر. بدنا نشكرك كثير الأستاذة لما النحاس. أنا بتشكركم إنه قدرتوا توصلوا صوتنا كمان للعالم، كمان قناة العالم كتير مشاهدة وكتير إلى ناسا. إن شاء الله تكونوا معنا إيد بإيد إن شاء الله لنقدر نحقق الحلم، وحنحققه بإذن الله بإذن الله. شكراً كثير لك. أهلاً فيكم. شكراً. مشاهدينا، من مبادرة مجتمعية لمبادرة تانية معنية برعاية الأطفال المكفوفين لكن بجهود حكومية. مركز ضم أكثر من 170 طالب وطالبة ليتقدم لهم الرعاية الصحية النفسية التعليمية. من تابع به الريبورتاج.
معهد التربية الخاصة لتأهيل المكفوفين بدمشق، مؤسسة تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بتقدم خدمات تعليمية ومهنية ورعاية للمواهب الفنية. نحن عنا هون قسم مهني، عدة أشغال يدوية، هي عدة حرف عنا، هي حرفة المكارم وحرفة التريكو وحرفة الكنفة والإكسسوار. هلا متعلم هون الكنفة؟ لا، بشتغل فيهم بالبيت وبشوف على الشهادة إذا بتوظف. بيتجاوز عدد طلاب المعهد 170 طالب وطالبة من عمر 6 سنوات وحتى 18 سنة، بيتلقوا تعليمهم وفق منهاج وزارة التربية يلي بينطبع بطريقة برايل. لغة برايل هي أهم شيء للمكفوف. لغة برايل مثل اللغة العربية بالنسبة لنا، وقت نكون أطفال صغار منتعلم ألف باء، تماماً لغة برايل هي حتكون وسيلته للقراءة وللثقافة وللعلم ولتحصيل أي شهادة، هي طريقة برايل. طريقة برايل يعني ما في المكفوف يعيش بدونها. وليش ما بنستناخذ التسجيلات الصوتية؟ التسجيلات الصوتية بتعمل كسل عند الطالب، وإذا مشينا فيها بشكل كبير، نحن مستعين فيها بس مو بشكل كبير، إذا مشينا فيها بشكل كبير بتأدي هي لنسيان طريقة برايل. ونحن هدفنا الأساسي إنه نعلم الطالب لغة برايل وما تموت هي القصة. نحن بالعكس عاملين مبادرات إنه نعلمها لغير المكفوفين، حتى ننشر ثقافة برايل بين الجمهور يعني. وبيضم المعهد ببنائه بمنطقة المزق 12 غرفة صفية وقاعة تعليم مهني وأخرى لتعليم الموسيقى والمعلوماتية. اليوم عم ناخد درس لغة عربية، درس في مادة التعبير، هي عبارة عن قصة أنا أرويها للطلاب وأسألهم ماذا استفادوا من هذه القصة. في عندهم لوحات بيكتبوا عليها، لوحات برايل بيكتبوا عليها بطريقة برايل، وأنا بصلح لهم برايل بيتعلموها بيكونوا صف أول. يعني أنا لما يصلوا عندي على الخامس لا بنتقل للتعليم اللغة العربية. ضمن تعليم اللغة العربية أنا دقق بلغة برايل لأنه في همزات التشكيل شدات ممكن هي يكونوا لسه ما كتير متدربين عليها، بس على الخامس من قوي هذا الشيء عندهم. لكن أنا كتعليم برايل لا بيكونوا هنا متعلمين يعني. فاستمهله صاحبه العمل إلى أن يبني له منزلا، ثم يوافق له ووافق النجار. الصف الأول بيكون عمره 6 سنوات، بيكون معه حدا 13 أو 14 سنة، يعني ما فيك تقليل له ممنوع التعلم، إنه حقه يتعلم الطالب، وبالمقابل إنه تأخروا على أهله بالمجيء لعنا، يعني التقبل عند الطالب موجود بس كنا بنعاني شوي مع الأهل، هن اللي عم ينكروا وجود الحالي. مؤخراً تم تأهيل حديقة للمكفوفين بسوريا تمتد على مساحة 500 متر مربع ضمن المعهد، اتجهزت ببساط من العشب الصناعي لحتى الطلاب يقدروا يمارسوا الأنشطة الرياضية المختلفة بأمان، إضافة لتدعيم الأشجار بمادة إسفنجية لحمايتهم والسير فيها من دون أي عوائق، طبعاً إضافة لوجود كادر من المراقبين بيهتموا بسلامة الطفل وأمانه. هلأ صار مثلاً نقدر يتحرك بحرية بثقة بأمان، بيقدر يركض بيلعب كرة الهدف، بيساوي كتير أنشطة بالباحة. هي فكرة كرة الهدف عبارة عن ملعب 18 طول و9 عرض، الفريقين 3 بـ3، وطبعاً هاي القواعد كلها نحن عم نعلمها لطلابنا. وصلنا هلا لفقرة أخبارنا لحتى نعرف شو في أخبار حول العالم مع صبا. ويسعد مساكي يا صبا. يسعد أوقاتكم. اليوم حبيت أني أنا ضويلكم على جانب كتير مهم، يمكن كتير بتعرفوا أشخاص بهي المواصفات أو بيعانوا من الحالة اللي حأحكي عنها اليوم، خاصة اليوم العالم ككل عم يعيش أزمة كورونا. هي الأزمة اللي هي صحيح أنها جائحة ما فينا نخفي وجودها، والأشخاص الكثر يلي سواء كان عم ينصابوا أو ممكن حتى يكونوا عم يتوفوا بسببها، لكن بنفس الوقت يعني على قد ما مهم انه نحن نهتم باجراءات الوقايه لازم ننتبه، لانه دائما المبالغه وتحديدا بالاهتمام بالصحه
يعني بيكون إلى جانبين، الجانب الإيجابي والجانب السلبي. الجانب السلبي اللي حنحكي عنه اليوم يلي هو متلازمة يمكن ما بنعرف إنه شو اسمها بالضبط، ولكن كتير منشوف أشخاص مصابين فيها، تحديدا اسمها illness anxiety disorder أو الهايبوكوندريا، يعني توهم المرض. وقدين نحن بحياتنا بنلتقى بأشخاص بتلاقوا دائما عندهم شعور إنه عندهم مرض خطير، بيدوروا دائما على الانترنت لحتى يقروا اعراض امراض معينه، عندهم وهم المرض فعلا انه هن ممكن يعانوا من اشياء كتير بسيطه او ما يعانوا من شيء ابدا، ولكن هن عندهم شعور انه هن عند فعلا يعني عم يتاهبوا يمكن لحتى ينصابوا بمرض خطير او هن فعلا مصابين فيه. زياراتهم للاطباء ما الى عدد، وغالبا بتطلع بنتائج سلبيه، يعني انه ما في اي مرض او اي حاله تستدعي القلق يلي بيعيشوه. هاي الحاله يلي بنشوفها كتير عند الكبار بالسن، يمكن تعودنا عليها فصارت شيء بديهي، ولكن ايضا هي الحاله ممكن تكون عند ناس هن مصابين بالاكتئاب، وهي بالنتيجه وبالنهايه بتحولهم لاشخاص حزينين عايشين بانزعاج ممكن انه يخرب عليهم كل حياتهم. هلا هدول الاشخاص يلي بينصابوا بهذا الاضطراب بيعانوا منه لفتره طويله، يعني هو ما انه يوم او اثنين، لا هو بيستمر معهم كثير، لهيك رح يؤدي فيهم لنتائج كثير مزعجه وخاصه الاكتئاب، حتى ممكن يؤدي فيهم فعلا لامراض خطيره بحاجه لعلاج، لكن المنشا الاساسي هو كان ولا شيء. بنلاقي لهم مجموعه من الصفات العامه مثل انه هن بيزوروا الاطباء كثير او بخافوا كثير من زياره الطبيب لانه هن على يقين انه عندهم مرض خطير. دائما مثل ما قلنا عم يدوروا على الانترنت ليفهموا اكثر الامراض واعراضها ويحسوا فيها. قلقهم على صحتهم بخليهم عم يحكوا عنها بشكل دائم، ولا سيما اذا كان في عندهم بالعائله شيء من الامراض الوراثيه. هدول الاشخاص هلا حكينا عن اوصافهم، حكينا عن مشاكلهم، لكن لازم نحكي كيف الحل. بالدرجة الأولى لازم فعلا هن يشوفوا طبيب، لما هو حيشخص أنه مشكلتهم هي مانا أكتر من مشكلة نفسية فهو حيحولهم لأخصائي نفسي يساعدهم، والمحيط لازم كتير يساعدهم، يحيطهم بالمحبة بالاهتمام بالتعاطف، يعني يحاول أنه هو يخفف عنهم مشكلتهم، لأنه مثل ما قلت لكم هي شكل من أشكال الحزن والاكتئاب. فهن بيتعلموا كيف يسيطروا على قلقهم، يكونوا أكتر ريلاكس بحياتهم، وبشكل عام هاي القصص يلي هن تعلموها كخطة علاجية لازم كتير يلتزموا فيها لحتى ما يرجعوا ينتكسوا ويرجعوا للقصة، يعني مثل ما بيقولوا من أول وجديد يعانوا من الاضطراب يلي هو بيلازمهم من جوا، يعني نحن ما بنقدر نحس فيهم. تعب نفسي بيصير بيعانوا إنه حواليهم كله أمراض، تماماً بيصير بيعانوا من أمراض لأنه أغلب الأمراض أساسها نفسي قبل ما يكون عضوي. صحيح، يعني أنه ما بالك إذا كان مثلا فعلا في بالعائلة شيء مرض وراثي، فهن دائما بيكونوا عايشين هذا الوهم الكبير، ممكن حتى يعني أنه يتجنبوا مخالطة الناس أو الدخول بأي أنشطة لأنه بيعتبروا أنها بتجلب أمراض. تمام، بدي اتشكرك كثير على هذا الخبر، هو فعلا يعني شيء نحن معاش قدامنا، يعني ونتمنى انه نحن مثل ما قلنا العرض النفسي ما يصير مرض عنا. بدي اتشكرك كثير، بس بدي اقول لك انه مشوارك لليوم حيكون معنا اكيد اكيد. طبعا في شيء له علاقه بالعرائس، في شيء له علاقه بافتح يا سمسم، خبرينا اكثر. هلا يمكن انا بدي اخذكم اليوم مشوار انا وانتم بذاكرتنا، شيء نحن عشناه نحن واطفال، قد ايه نحن بننبسط لما نرجع نشوفه. مكان مخبى، ولكن عقد ما يعني هو فعلا لما تشوفي شو فيه بتقولي يمكن فعلا لازم نحن نهتم فيه ونداري. مسرح العرائس بشارع بغداد بمدرسة اللايك ضمن نفس المجمع أو ضمن نفس المبنى، مكان كتير حلو بيستحق الزيارة مو بس من الأطفال، مننا نحن الكبار حتى. فهيك حيكون مشوارنا لليوم، لكن حروح نحن وياكم مشاهدينا بمشوار سريع لمسرح العرائس. قد ما تطورنا حيضل في بصمة خاصة لهذا المكان، منتابع سوا. يسعد أوقاتكم، رجعوا معنا شوي بالذاكرة لورا لما كنا أولاد صغار، كيف كنا نشوف الألعاب؟ على فكرة كانت عالمنا كله. اليوم فريق مشوار عاش هاي المغامرة، ومع الدمى شفنا حالنا لما كنا أولاد صغار. كون تشوفوا كيف؟ هوبا هوبا مرحبا بكم في مسرح العرائس. أيها سيبا سيبا، كيفك سمكونة؟ أهلا يا سيبا، كيف حالك؟ تمام، أنت كيفك؟ أنا بخير.
هل تعلمي أن في عندي مسرح العرائس؟ أكيد، ما بدنا نروح جولة أنا وأنت؟ كنت سأقول لك هذا. هيا بنا نأخذ جمهورنا الكريم برنامج دمسكو في مشوار جميل في مسرح العرائس. هيا بنا. يا أبا. صباح الخير يا أطفال. ما أجمل الصباح. سأذهب وأوقظ ولدي، لقد تأخر على المدرسة. تريديني أن أستيقظ باكرا؟ يا ولدي، المدرسة جميلة وعليك أن تتعلم. أعلم هذا، ولكن بسرعة استيقظ. حاضر. اذهب واغسل وجهك لتذهب إلى المدرسة وسأحضر لك الفطور. هيا هيا. حاضر حاضر. هيا يا ولدي. كثير من الدمى عاشت معنا طفولتنا. بيفتح يا سمسم كان عنا نعمان، ضفدع كامل، بارني، بينوكيو، كمان الطفل ماركو يلي كان برحلة البحث عن أمه عم يشتغل بمسرح العرائس. مشاهدينا رح نرجع نكمل بمحور حلقتنا لليوم يلي هو عمالة الأطفال والتشرد. مثل ما قلنا مجدولين، تعددت أسبابهم والأماكن اللي إجوا منها، لكن مصيرهم كان واحد، الشارع للأسف. يعني بمارسوا التسول بالصباح وبيفترشوا الحدائق والطرقات مساء. طبعا أكيد مثل ما قلتي، تعددت الأسباب وأيضا تعددت المسميات، تسول، تشرد، عمالة، ولكن النتيجة واحدة ألا وهي نفسية الطفل وين عم بتصير، آلام الطفل، البراءة اللي عم يفقدها شيء فشيء نتيجة للممارسة اليومية لحالة التسول مثل ما قالت فرح. صحيح مجدولين، واليوم رح نحكي بشكل موضوعي وحقيقي، يعني خلينا نقول فعال، رح نحكي عن المسؤولية الفردية وواجبنا نحن كأفراد اتجاه هدول الأطفال وكيف لازم نتعامل معهم بالطريقة الصحيحة يلي ما تضرهم. أكيد مع اختصاصية ومدربة الدعم النفسي وحماية الأطفال بشرى الفرة، أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكي يا أستاذة بشرى. بالبداية خلينا نعرف نفرق ما بين عمالة الأطفال وما بين الأطفال بالشوارع، أو خلينا نسميها يمكن الحالة تشرد، إذا أنا مغلطة صلحيلي. هلا نحن هن مصطلحين كثير اساسيات، عماله الاطفال هن الاطفال اللي موجودين مع اسرهم ولكن بوقت من النهار في حاله من التسرب المدرسي، ممكن يكونوا او لا، يعني ممكن تكون بعد دوام مدرسي ومنضمين لبعض المهن مثل الميكانيك او نجاره او حتى بمحلات البيع العامه او حتى على يعني الاماكن العامه. فهدول الاطفال هن موجودين مع اسرهم وهدول اللي يسموه عماله الاطفال. الشرط الأساسي لعمالة الأطفال هو يكونوا تحت ال 15 سنة وفق قانون العمل، وعم يشتغلوا كمان يعني ضمن أعمال خارج كنف الأسرة. أما المصطلح الثاني اللي هو الأطفال بالشارع، هون منميز كمان مصطلحين أساسيين أو تصنيفين رئيسيين، اللي هن الأطفال المتسولين واللي هن كمان لهم ارتباطات ضعيفة أو ارتباطات ممكن تكون قوية مع أسرهم. هن بيطلعوا الصبح بيشتغلوا بالتسول وبيرجعوا المساء لحتى يكونوا موجودين مع عائلاتهم. أما الأطفال المتشردين هن أطفال غير موجودين مع عائلاتهم، ممكن يكون روابطهم مع العائلة هي منقطعة تماماً أو كتير كتير ضعيفة، يعني بالحدود الدنيا جداً. وهدول الأطفال هن بيشتغلوا بالشارع وبيفترشوا الطرقات أو بيكون مأواهم الشارع.
طبعا يعني هيدي التصنيفات بتجي وفق ثلاث تصنيفات كمان اساسيه اللي هن اطفال الشارع ميزناهم بهي الطريقه، وفي عنا الاطفال العاملين بالشارع كمان هن يعني بيروحوا الصبح بيشتغلوا وبيرجعوا المساء لعند اسرهم، ممكن تكون العائلات كلياتها واللي هو التصنيف الثالث اسر الشوارع اللي هي العائله كلياتها بتكون موجوده بالشارع بتشتغل بترجع بتنام كمان بالشارع. تمام، يلي بيتسولوا يعني حاجاتهم مختلفه، اعاله الاسر ممكن يكون فعلا الاسره غير قادرة على إعالة نفسها فمضطرة هي إنه الأطفال يقوموا بهي الواجب، وأيضا كمان يعني أشخاص بيبعتوا أولادهم لحتى هن بس يحصلوا أكثر مصاري، يعني حالة من الطمع والشجع للأسف يعني كتير تأثيرها سلبي على المجتمع وعلى هدول الأطفال. خلينا نعرف شو سلوك الأفراد يلي هي عم تبعت أولادها، شو الدوافع تبعون وليش هالطمع كلياته؟ العادة الطفل كونه هو الشريحة الأكثر ضعفاً فالتأثر الناس بيكون أكبر معه، يعني حالة من استدرار العطف والشفقة تجاه الأطفال، فلهيك يعني بيكون هو واجهة هذا العمل. الأهالي بتضطر أنه تدفع أبنائها لحتى يحصلوا على مزيد من المال، حتى يحصلوا على مزيد من الاحتياجات الأخرى، مو شرط تكون أنه مصاري يعني بالمعنى الحرفي، ممكن تكون معونات أو ممكن تكون هبات تانية، والطفل هو دائما المفتاح الرئيسي للأهل وهن بيستخدموه، يعني عارفانين أنه هذا الموضوع هيك وهن بيستخدموه بهي الطريقة لحتى يكون واجهة لألون. والناس تتفاعل أكثر مع حالة الطفل كونه نحن يعني بطبيعة شعوبنا الطفل عنا إياه لازم يكون موجود مع عائلته بمدرسته مع رفقات ببيئة آمنة، ولما أنا بقطفه يعني أو نحطه بهذا الموقف فالأشخاص تتفاعل أكثر معه. شو بتعتقدي دوافع الأهل لهذا الموضوع؟ الدوافع أكيد مختلفة، واحدة منهم أنه في عنا أصلاً عائلات هي ممتهنة هذا الأمر يعني ومنذ القدم، يعني بتلاقوها عائلات هي متوارثة هذا الموضوع، في مسميات كتير كبيرة العائلات هي ممتهنة التسول يعني أبا عن جد إذا بدنا نقول، فلهيك يعني هذا واحد من الدوافع. ثاني شيء هي سلوكيات تعتمد على التراخي بأنه أنا بالفعل تكون عندي المسؤولية الكاملة لحتى أنا أشتغل بشغل محترم بشغل أقدر أحصل منه على احتياجاتي الأساسية أنا وعائلتي، فمنلاقي بعض العائلات أصلاً ما عندها هي هذه التربية المهنية إذا بدنا نقول أو التربية الاجتماعية اللي بتودي فيها لهون. تماما، الفكرة أنه كثير من الجمعيات اللي موجودة حاليا لحتى ترعى هي الفئة من المجتمع اللي تعتبر فئة إذا تكسرت أو إذا يعني توسعت أكثر ففي مشكلة بالمجتمع بيصير، ففي جمعيات عم ترعاهم ولكن عم بيصير في حالة من النفور أو الهروب من هي الجمعية على الرغم من مد إيد العون لإلهم أساسا. الدوافع يلي بتخلي هالأطفال يهربوا من الجمعيات بوجهة نظرك شو التحليل اللي بيتعلق بهالنقطة؟ بداية يعني إذا هيك بدنا نحكي شوي حتى من الخبرات العامة اللي كنا عم نشتغل فيها مع الأطفال، نحن عم نتوجه لشخص غير صاحب قرار، يعني الطفل هو مانو مالك قرار نفسه أو قرار مصيره إن كان بتواجده بالشارع أو إن كان بتواجده مع الجمعية، فأي تدخل رح يكون تدخل غير مكتمل غير ناضج مع هدول الأطفال. نحن بنتوجه لألهم لأنه الأسهل لأنه بالنسبة لأنه التعامل إنه أنا بقدر باخده، بس كمان ما في عندي خليني أقول الإجراءات القانونية الكاملة اللي هي بتأمن الحماية والوقاية، إنه في عندي سلطة ممكن تسحب هذا الطفل إذا تعرض لأذى أو إذا تعرض لخطر ضمن وجوده بالشارع، فهذا واحدة من الأسباب اللي هي عم تخلي التدخلات مجتزأة أو غير كاملة، لأنه المفروض إذا أنا بدي أشتغل صح نشتغل مع العائلة ككل، بس القانون لا يدعم هذا النوع من التدخلات، ولهيك بنلاقي الأطفال وبالنهاية هو طفل يعني صحيح مرجوعه لأهله تواجده معهم هي البيئة الآمنة حتى لو كانت مليئة بالمخاطر فهي بيئة آمنة بالنسبة لأله، أشخاص هو منتمي لألهم وبيعرفهم، فلهيك يعني صعب شوي بالنسبة لألنا أنه نقول الطفل لازم يضل ملتزم. خبرينا أكثر، نحن كأشخاص توجه لعنا طفل متسول طلب منا شيء أو عم يبيع شيء عمل الأطفال، فنحن شو اللي لازم نعمله؟ بداية لازم يكون عندنا المعرفة الكاملة بالإجراءات اللي نحن لازم نتخذها لحتى نقدر بالفعل يعني كمسؤولية فردية نقدر نحقق تدخل لو أنه بسيط كتير على صعيد العمل بهذا الموضوع. الشيء الإيجابي بالأمر اللي أنا بدي أخبره أنه صار في عندنا نسبة وعي كبيرة باتجاه الأفراد لحتى هن يقدموا شيء لحتى هن يتصرفوا خليني أقول بطريقة أقل ضرراً، ما رح أقول صحيحة 100% لأنه بضل في تدخلات غير مكتملة ولكن بطريقة أقل ضرراً. أكيد ما لازم نحن نعطيهم،
ممكن انه نحن نجرب نفوت في حوار مع هذول الاطفال بس لحتى نفهم جزء من المعلومات، مع الانتباه الشديد لحمايتنا الفرديه كافراد. يعني في كثير اشخاص بتندفع بعاطفتها انه انا بدي اقدم شيء وحرام هذول الاولاد موجودين بالشارع، بس كمان نتذكر انه نحن كافراد في علينا مسؤوليه، وتحديدا انه نحن كبار وناضجين. ماني عم اقول للناس خافوا لا تقربوا انه تقدموا تدخلات، بس اكيد فيكم تتواصلوا في ارقام خاصة للوزارة، فيكم تواصلوا معها، في جمعيات هي معنية بالتعامل مع هدول الأطفال كمان فيكم تواصلوا معها للتبليغ عن هاي الحالات. ولكن أبدا لا يفضل أنه نحن نعطيهم شيء مادي أو ناخذهم على بيوتنا، بدنا ننتبه كثير من هاي الإجراءات، أو مثلا نعمل تجمع حواليهم. في جهات هي مختصة بهذا الأمر، بكفي كثير منيح أنه يكون عندنا الوعي القانوني الكافي بالتعامل مع هدول الأطفال، مين هي الجهات المسؤولة عن رعايتهم واحتضانهم، وما نعطيهم أي شيء. طيب إذا بدنا نحكي بشيء أبسط من هيك، معاملتنا لإلهم يعني ممكن تكون بثواني، نحن ممكن نظهر ردة فعل تجاههم، كيف لازم تكون؟ يعني هلأ ممكن يجي واحد، أنا يعني ما معي رقم وزارة شؤون اجتماعية ومالي مهتمة أساساً وأنا مستعجلة ماشي بهالطريق، إجا ولد، أنا كيف ممكن خليه بعد عني من دون ما اعطيه مصاري؟ كون انت هلا نصحتينا انه ما تعطوه مصاري، كيف بدي اخليه بعد عني من دون ما اعنفه كمان، من دون ما اثر عليه بشكل سلبي؟ بشكل سلبي نفسيا. بدنا ننتبه لنقطه كثير مهمه، انه المظهر الخاص بهي المهنه هو انه يكونوا الاطفال غير نظاف، هندامهم مو مرتب، فهي وحده من القصص اللي عن جد بتنفر الاشخاص انه هن يقربوا منهم او يقاطوا معهم، ولهيك بنلاقي ردود افعالهم كثير عنيفه. وغير هيك هن بيتعمدوا انه يقوموا، يعني اذا بدنا نفوت شوي على خصائص هدول الاطفال، بيتعمدوا يقوموا بسلوكيات مزعجه، اولا يعني بيجربوا يتحببوا ويتوددوا من هدول الاشخاص لحتى يعطوهم، واذا ما حصلوا على النتيجه فهن بيقوموا بسلوكيات مزعجه. كثير مهم انه نحن دائما نستوعب انه هذا طفل هو غير مسؤول عن الوضع اللي هو موجود فيه. اوقات كثير ومن خلال تدخلات بالفعل كثير كبيره كنا عم نتعامل فيها مع الاطفال بابتسامه بنصيحه او بكلمه صغيره تخلي هذا الطفل بمكان ما قادر انه هو يتوجه لجهات ثانيه يروح يعمل فيها نشاط صغير، او مثلا يكون قاعد هو واحد الاشخاص اللي دائما موجودين بالمنطقه، علمني كيف اقرا كيف اكتب. يعني صارت كثير هاي السلوكيات من خلال يعني تواجدنا ان كان مع الافراد اللي هن عم يسالوا عن هذا الامر، او من خلال الاطفال اللي اوقات كثير عم نشوفهم. يعني الحل انه نحن فينا نتجاهل هذا الموضوع، يعني نتجاهل للطفل؟ اكيد لا اكيد لا، بس يعني على القليله اذا انا ما بدي اقدم له اي شيء ما رد عليه برد عنيف او قاسي. واحيانا نحن ممكن نوجه الاطفال، يعني انا ما يكون بايدي اعمل شيء، بس يعني فيني اتشكره بكل لطافه ولباقه، تماما بكل لطافه تماما، يعني ما نوجه غضبنا تجاه هذا الطفل بشكل مباشر، نتذكر انه ما هو المسؤول عن هذا. كوتش خلينا نسالك على فكره كثير مهمه، اللي هي انه المجتمع غالبا ما يقيم هي الفئه على انه هي عباره عن قنابل موقوته ممكن تنفجر باي لحظه بالمجتمع. وهذا التوصيف قد يكون إلى حد ما مصيب إلى حد ما مخيب، ولكن لازم نتعامل معها لهي الحالة. إذا بدنا نقارن ما بين المراهق وما بين الطفل يلي أساساً عم بيعاني من آفة العمالة وآفة التشرد أو التسول، كيف ممكن نتعامل معه من ناحية المقارنة؟ أي الأسهل نفسياً كمعالجة؟ لا طبعا كل ما كان التدخل مبكر بيكون التعامل افضل او النتائج اللي نحن بنحصل عليها افضل، بس الشيء المهم اللي انا بدي اقوله بحاله الاطفال او بحاله المراهقين بتواجدهم بالشارع، هن عم يعيشوا مفاهيم وحده، هن عم يشوفوا تصرفات او سلوكيات وحده، يعني دائما التعامل على اساس المصلحه او التعامل السيء او الانفعالات والعصبيه، فهو مضطر ما جرب الجانب الثاني انه حدا يكون صادق معه، انه حدا يتعامل معه بطريقه لطيفه، فهدول القصص كلها هي اللي بتعزز عنده السلوكيات السلبيه وبتخليهم بالفعل قنابل موقوته، وهذا الشيء يعني الى حد ما كثير صحيح اذا ما كان في تدخلات او ما كان في احتضان او احتواء لهدول الاطفال بوقت كثير مبكر، فممكن نوصل للاسف لهي النتيجه اللي غير محموده او غير مضمونه. تمام. العواقب. تمام. قبل ما اتشكرك كوتش بدي اسالك في تجربه شخصيه انت مريتي فيها مع هدول الاطفال، لو تحكي لنا عنها هيك ولا بمختصر، او الزبده اللي انت طلعتي فيها او الفائده، يعني حتى شوي نحن نتعلم من هذا الموضوع. التجربه اللي انا بدي اقولها انه كثير اشخاص للحقيقه، يعني صار معنا احد المواقف في طفل وسبب قضيه يمكن كثير راي عام على وسائل التواصل الاجتماعي وبالتلفزيون، ف
فاللي تفاجأنا يعني حاولنا هيك نقدم تدخل توعوي للأشخاص، فتفاجأنا أنه في كتير ناس بالفعل هي عندها الشغف بس هي ما بتعرف كيف بدها تتعامل. اللي دائما بدي أقوله الأطفال هن ضحايا بهذا الأمر، هن مانن جونات ومانن مجرمين، ونتعامل معهم بس هيك بتعاطف وليس بعطف. بتعاطف وعقل مثل ما قلتي من شوي. التعاطف يعني هو فعل والعطف هو الشفقة. بدنا نشكرك كثير اختصاصية الدعم النفسي ومدربة وحماية الأطفال بشرى الفرة. كتير لألكم. شكرا شكرا كثير لك. مشاهدينا وقت حلقتنا لليوم انتهى، بنلقاكم بالحلقة الجاية على كل الخير والمحبة والسلام. دائما تابعونا عبر مواقعنا على التواصل الاجتماعي، موعدنا بتجدد معكم أكيد، تبقوا بكل الخير. باي.